طب انت تتفق معايا ان لجنه طوارئ في الكاف اصبح بقى ليها كيان دلوقتي اكتر من المكتب التنفيذي بتاع الاتحاد نفسه؟ وده كلام احنا قلناه وقلناه للرئيس، رئيس الاتحاد، وده من ضمن الاخطاء الكارثيه لاحمد احمد في ادارته للاتحاد الافريقي. لان هي اسمها لجنه الطوارئ، ولجنه الطوارئ يعني تجتمع في ظرف قهري، اما ما تقدرش تجمع اللجنه التنفيذيه بالكامل طبعا، ويجب ان القرارات بتاعتها اللجنه التنفيذيه تعتمدها في اول اجتماع. نعم. لكن اللي حصل في عهد احمد احمد، اللجنه الطوارئ دي بتجتمع فيها كل شيء، بتجتمع ثلاث اربع مرات قبل ما اللجنه التنفيذيه تجتمع، واللجنه التنفيذيه تجتمع بعد 8 9 اشهر من اجتماع لجنه بعد ما الطوارئ تاخد القرارات، يعني بتعتمد القرار وهو نفذ خلاص، فبقى عمليه غير يعني انت بتفق معايا انها بقت كل شيء دلوقتي بالظبط اللي بتحكم في الاتحاد الافريقي بالظبط. طيب، واعتقد ان يعني في التقرير، انا تقرير بتاع برايس ووتر هاوس كوبر بالظبط، البي دبليو سي، شفته، ومن ضمن الحاجات قال لك ان ده من ضمن الاخطاء بتاع الاداره السابقه، وكشف الخطايا والازمات في الكاف بالظبط. هل ممكن يرجع الاتحاد الدولي، ممكن بسياسته ممكن يرجع كل حاجه كما كانت في الاتحاد الافريقي؟ يعني الاتحاد الافريقي لازم يصلح نفسه من الداخل، يعني نتمنى ان الرئيس بوتسيب ان هو يتخذ القرارات اللي هو تعيد الاتحاد الافريقي، ان هو كان في فتره من الفترات تاني اهم اتحاد قاري بعد الاتحاد الاوروبي،